الحقيقة إن مصر دايما غنية بولادها وبرموزها وبفنانينها وبأدبائها وصحفييها وإعلامييها. مصر ما بيخلص منها الإبداع، ما بيخلص منها العقول الشابة واللي بتفكر دايما إزاي تخرج برا الصندوق، سواء بأفكار جديدة، بإبداعات مختلفة، بفنون، بثقافة. في الآخر أنا مصري. الحقيقة في شهر يناير فقدنا أحد أعلام الصحافة والأدب المصري والعربي، وهو الكاتب الكبير والروائي والصحفي إحسان عبد القدوس. الاسم اللامع اللي كان في تاريخ الصحافة المصرية له شنة ورنة زي ما بيقولوا، ومش بس في الصحافة لكن كمان الروايات والكتب اللي تحولت لأعمال سينمائية مختلفة وتركت بصمة جوانا وروجت للأدب المصري والعربي بشكل مختلف حول العالم. الحقيقة ما كانش في الداخل المصري ولا في الداخل العربي بس، تحولت الأعمال الفنية لشكل محفور في وجداننا وثابت، الأثر اللي بنفضل لحد النهاردة بنتكلم عليه أو بنشوف التجارب اللي قريناها في الكتب بتاعته والأعمال السينمائية اللي عرضت لنا أعمال إحسان عبد القدوس. تجربة إحسان عبد القدوس الصحفية تجربة رائدة ومميزة، تجربة أضافت للصحافة المصرية وقدر من خلالها إنه يؤسس لمدرسة متفردة. بدأت رحلة إحسان عبد القدوس مع الصحافة لما تخرج من جامعة القاهرة عام 1942، واشتغل بعد التخرج في مجال المحاماة، لكنه ما استمرش بسبب عدم نجاحه فيه، وبعدها قرر ينضم لمجلة روز اليوسف الأسبوعية واشتغل مع أسرتها التحريرية اللي كانت بترأسها والدته فاطمة اليوسف. بدأ إحسان عبد القدوس بكتابة المقالات السياسية، ومن أبرزها مقاله ضد السفير البريطاني اللورد كيرلين بعنوان هذا الرجل يجب أن يذهب، وكان محمود فهمي النقراشي وقتها رئيس للوزراء فصادر المجلة وقبض على إحسان وحطه في السجن. وبعد ما خرج من السجن اتعين رئيس لتحرير روز اليوسف، وقتها كان عمره 26 سنة، قعد فيها لحد سنة 1964. بعدها أصبح رئيس لتحرير أخبار اليوم من سنة 1966 لحد 1974. ويمكن لأول مرة في تاريخ الصحافة على المستوى العربي والإفريقي والشرق الأوسط كله كسر التوزيع حاجز المليون نسخة لأخبار اليوم. أما عن تجربته لرئاسة مجلس إدارة الأهرام فكانت تجربة رائدة ومتميزة، تجربة فتحت أبوابها على مصراعيها لقلم إحسان عبد القدوس. يعني لو رحت الأرشيف الأهرام هتلاقي كتابات في الأهرام اليومي، مقال سياسي، وقصة في مجلة نص الدنيا، ده غير التغطيات الإخبارية لكل الفعاليات اللي شارك فيها إحسان عبد القدوس. أما عن الإبداع الأدبي اللي كان طبعاً متألق فيه إحسان عبد القدوس فكانت بصمته القصصية المميزة يستناها القراء في العالم العربي كله، وشكل نقلة نوعية في الرواية العربية، ونجح في الخروج من المحلية للعالمية، وأعماله اترجمت للغات أجنبية حول العالم زي الإنجليزية والألمانية والأوكرانية والصينية، ولسه لحد دلوقتي بيعاد طبعها وتوزيعها.